مشاهدينا الكرام، اهلا بكم من جديد مشاهدي برنامج بدون تردد في كل مكان. زي ما عودتكم كاميرا بدون تردد ان هي بترصد جميع القضايا في كافه المجالات. النهارده في قلب محافظه الشرقيه مركز الحسينيه بنعرض لكم حفل تكريم ابطال الحسينيه لكمال الاجسام والتايكوندو. تعالوا معانا نشوف التاريخ. ومعانا دلوقتي ابطال حفلنا اليوم بمركز ومدينه الحسينيه. اولا في البدايه الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. طيب عايزين كده في البدايه نتعرف بيكم كده. انا علي ابراهيم عبد الرحمن، حاصله على المركز الاول ميداليه ذهب ومركز ثاني فضه. طيب نتعرف بيكي. انا اسمي ميرال عبد السلام الشاطفي، عندي 13 سنه 12 سنه و9 شهور، وانا جبت مركز ثاني في بطوله الفجيره بطوله الفجيره الدوليه، وان شاء الله البطوله الجايه تكون ذهبيه ان شاء الله باذن الله. نتعرف بيكي. انا اسمي فرح صبري وعندي 3 سنوات وحصلت على 3 ميداليتين برونزيه والحمد لله. نتعرف بيكي. انا هبه وليد، انا هبه وليد حسيني من مصر، عندي 14 سنه وبلعب تايكوندو من وانا يعني عندي على تربيه الكابتن محمد عسكر. كنا عايزين نعرف بس الاستعدادات اللي حضرتك ابتديت بها الحفل البطوله. والله الحمد لله انا بدات من كنت عامل وحده تدريبيه 3 تمرينات في اليوم عشان اقدر استعد بيهم واقدر اقف قدام الفرق الكبيره اللي هي المنتخبات. برضو كان في منتخبات خارجيه ومنتخب مصر كان موجود معانا، والحمد لله قدرت ان انا اقف بيهم واقف باللياقه البدنيه واقدر اقف بيهم في التمرين واقدر اقف بيهم في البدني وفي الفني وفي الخططي، والحمد لله قدرت ان انا اقف معاهم وقدرنا نحقق اللي انت شفته، ميداليات ذهب وفضه وبرونز. طب عايزين نعرف منك بقى يعني انت ازاي استعديتي للبطوله دي وايه الدافع القوي كان عندك وقتها؟ هو الكابتن محمد عسكر واهلي وبابا وماما هما اللي شجعوني اني اطلع البطوله، ودايما كانوا بيحفزوني ان انا اجيب مركز، وكنت كان نفسي يعني اجيب مركز اول وان شاء الله هعوضها في البطوله الجايه واجيب اول ان شاء الله. ايه الاستعدادات بقى بتاعتك اللي انت كنت بقى داخله بقى البطوله واكيد طبعا كنت مخططه لحاجات كتير، يا ترى ايه هي؟ افرح الكابتن بتاعي والحاجه والاهلي وافرح بلدي ومصر والحمد لله، وانا سعيده مبسوطه طبعا. طيب قولي لنا بقى يا ترى كنت مستعده ازاي بقى للبطوله دي وكان دماغك بتفكر ازاي وقتها؟ ان انا طبعا لازم ان انا امشي على سيستم الكابتن، وان احنا كنا بنتمرن 3 تمرينات في اليوم وده كان مخلينا مراجعين قوياء جدا، واللي هو كنا بنتمرن كويس جدا من النفس ولياقه وبدني وتمرين فني وازاي بنلعب ماتشات كده يعني الكلام ده. ان احنا طبعا ننفذ تعليمات الكابتن، والاول شكر لعند ربنا الحمد لله، ويعني ان احنا يعني في تمرين لياقه ونفس وبدني والحمد لله ان احنا وصلنا كده، والحمد لله ان احنا رفعنا علم مصر في البطوله الحمد لله، والحمد لله ان احنا يعني طلعنا بافضل صوره الحمد لله. ومعانا دلوقتي المهندس جلال القادري رئيس مجلس اداره نادي الحسينيه الرياضي، اهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم، شرفتوني. اولا في البدايه الف مبروك على الانتصار العظيم ده، كنا عايزين نرى بس من حضرتك يعني كيف كانت الاستعدادات لهذا الانتصار العظيم. ربنا يبارك فيك، وطبعا الانتصار ده جه نتيجه جهد من ابنائنا وبناتنا لاعبي التايكوندو بالنادي واللي اشتركوا في المشروع القومي للتايكوندو اللي بترعاه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وطبعا بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية إن هو عمم رعاية البراعم ورعاية أبنائنا اللي هم الأطفال اللي هيبقوا الواعدين، مشروع القومي للواعدين. على هامش حفلنا النهاردة معانا الأستاذ علي الصناديلي رئيس مجلس ومدينة الحسينية، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا يا فندم. إحنا صورنا النهاردة يا فندم في جارة الذهبية لقينا مشكلات ما زالت قائمة، إيه رأي حضرتك فيها هناك؟ أي مشكلات سعادتك مجرد ما بتعرض علينا بيتم الحل. أنت سعادتك رحت شفت المشكلة، لكن سعادتك مجرد ما بتتعرض علينا المشكلة بيكون الحل بتاعها موجود، مفيش حاجة ملهاش حل. احنا اي مشكله بتتعرض علينا بيكون ليها الحل موجود على طول يعني في ارض الواقع. طب عايزين نعرف من حضرتك اخبار اناره مقابر المسلميه اللي حضرتك وعدت بيها يا فندم قبل كده، والاهالي مستنيين الانتظار، يعني يا ترى التنفيذ هيكون امتى؟ ان شاء الله احنا وعدنا اهالي المسلميه ان احنا ننور الجبانه بتاعت المسلمين هناك
تم التنسيق مع مدينة صان الحجر مع مسؤول الكهرباء هناك المهندس أحمد، وبالفعل تم تدعيم المكان، هيتم تدعيم المكان بأعمدة الإنارة، وإن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله ننور الجبانة إن شاء الله. طيب تردد عن البعض انه سيتم نقل مكتب الشؤون الاجتماعيه والضرائب من اللخيوة، ما صحه هذا الكلام؟ لا يا فندم، الكلام ده عاري من الصحه. حضرتك اي احنا دايما بنود الاشاعه في مهدها، دي كانت اشاعه اطلقها بعض الاهالي هناك، لكن لما تم عرض الموضوع علينا طبعا البريد او الضرائب او اي مصلحه حكوميه بتمس المواطن، احنا مش من صالحنا ان احنا نبعدها عن المكان، احنا دايما بنقرب المصالح اللي بتمس المواطن في نفس المكان، والدليل على ذلك ان احنا طورنا مكتب تموين الإخوة، تم افتتاح السجل المدني بالدور الارضي بالوحده المحليه بالإخوة، يعني معنى كده ان احنا بنلم المصالح الحكوميه مش بنشتتها، لكن لو في سوء في التفاهم بخصوص العلاقه سواء كانت ايجاريه او ما يشبه ذلك فاحنا قادرين على حل ذلك كله معا. طيب احنا شايفين من حضرتك في انجازات ملموسه لحضرتك على ارض الواقع، عايزين نعرف من حضرتك ايه الانجازات اللي تمت في الفتره الاخيره. اعتقد اللي ما بيشوفش بعينيه في الفتره الاخيره ما تم من انجاز في عهد فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن اقول له ان انت اعمى. النهارده مدينه الحسينيه بتنعم سيادتك ب عند صوامع الغلال في صال البحرية، خلاص انتهت الحمد لله على خير، ان شاء الله الافتتاح قريب. في صوامع الكسارة 18 خلية، كل خلية 5000 طن قمح هيحفظ فيها، يبقى الإجمالي بتاعها 18 في 5000 ب 90000 طن، إعجاز ما فيه بعده إعجاز. سيادة الوزير المحافظ ممدوح بيه غراب متابع لحظة بلحظة كل الإجراءات اللي بتتم في الصوامع، تكلفة 160 مليون جنيه مصري زائد 5 مليون دولار منحة من صندوق النقد السعودي، شيء كانت أحلام النهاردة على أرض الواقع بنشوف الأحلام بقت حقيقة على أرض مدينة الحسينية برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات من فخامة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية. أتمنى لحضرتك التوفيق يا فندم وألف مليون شكر. طبعا حضرتكم شفتوا التقرير بتاعنا وبنتمنى كل التوفيق للأبطال ومزيد من التقدم، معاكم عبد الرازق رحال بدون تردد. رجعنا لكم من الفاصل ومعانا بقى فقرة حوارية، كثير والكثير مش هقول الستات بس، كثير وكثير من الفئات بتنتظر، وهي فقرة عن التجميل، التجميل بقى والليزر والجلدية، ومعانا دكتورة دينا يوسف استشاري الجلدية والتجميل والليزر. اهلا بحضرتك. ازيك عامله ايه؟ طبعا مش عايز اقول لك ان الجمال ده وان الواحد يعني يكون في ابهى صورة، يعني حاجة كده وسواس كده عند الناس كلها، ما يعني رجالة وستات، يعني انا قلت رجالة او ستات الاول، ستات ورجالة كل عايز يطلع في اجمل صورة، الحلو عايز يبقى احلى، ويعني واللي عنده مشكلة عايز يخفيها. فالنهاردة بقى عايزين نتكلم الليزر كتقنية دخلت مجال التجميل، ايه التقنية الغريبة دي في مجال الشعر والبشرة اللي الناس كلها بتتكلم عليها كما لو كان السحر؟ هو بصي، اولا يا شيماء انا مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده. ميرسي لحضرتك. اهم حاجه ان زي ما انت قلتي في الاول المقدمه دي على فكره حلوه قوي، ان تبقى الواحده واثقه في نفسها، يعني كل ما هتحس ان هي جميله كل ما هيديها ثقه في نفسها كبيره جدا، وكل ما تكون بسيطه وجمالها طبيعي كل ما هتحس ان هي عندها ثقه في نفسها كبيره. بالنسبه النهارده والليزر، بصي الليزر هو الماجيك وورد في عالم التجميل. بيعمل حاجات كتير قوي. اول حاجه مثلا بنستخدمه في ازاله الشعر، ازاله الشعر عن طريق الليزر. ممكن نستخدمه لعلاج حب الشباب واثار حب الشباب. ممكن بنستخدمه لليفتنج او لازاله التجاعيد، لازاله الكلف. حتى بنستخدمه في بعض الناس بيبقى عندهم اللي هي السبايدر، اللي هي العروق الرفيعه اللي في الرجلين دي برده. اللي هي الدوالي بالظبط، دي برضو بنعالجها عن طريق الليزر. بس من اللي اهم استخدامات الليزر حاليا هي ليزر ازاله الشعر. فعلا الناس كتير جدا تتكلم عنه وناس كتير عندها تساؤلات حواليه، عشان كده هبدا مع حضرتك. الناس كتير بتسمع عن انواع كتيره لليزر ازاله الشعر، ايه افضل نوع؟
هو بصي الليزر هير ريموفل ازاله الشعر دلوقتي في نوع جديد من الليزر, جهاز جديد اسمه الكسندرايد ليزر. الكسندرايد ليزر ده عمل طفره في عالم الليزر ازاله الشعر. ليه؟ لان هو بقى اصبح موضوع سهل وبسيط. لان كان في بعض البنات بتيجي الكلينيك تقول لك انا نفسي اعمل ليزر ازاله شعر ونفسي ان انا امتنع عن طرق اللي هي التقليديه لازاله الشعر, لكن مؤلم. انا خايفه مؤلم الخوف من الالم بالظبط. هل هو مؤلم يا دكتور؟ هل هو هيأثر على الحمل؟ العكس بقى, الموضوع دلوقتي بقى مش مؤلم خالص, بيدي نتائج هايله. ده النوع اللي حضرتك اتكلمتي عنه اللي هو الالكسندرايد ليزر. الالكسندرايد ليزر بيدي نتائج حلوه جدا, مش مؤلم خالص. يعني بصي هقول لك على حاجه يا شيماء, انا شخصيا اي برودكت او اي حاجه او اي جهاز بستخدمه عندي في الكلينك انا بستخدمه على نفسي قبل ما والله يعني قبل ما البيشنت بجرب, يعني بنجرب اي حاجه سواء برودكتس بقول لك او اجهزه. انا لسه امبارح عامله جلسه ليزر, انا ما كنتش متوقعه ان هو مش مؤلم كده. يعني انا قلت يمكن الكلاينتس او البيشنتس البينس ريشورت بتاعتهم مختلفه مثلا, فمش حاسين بوجع او بالم, فقلت يعني هجرب. يعني الحراره اللي بقت تخرج دي وتلسع دي ما بقتش موجوده, ما بقتش موجوده خالص, لان في تبريد دلوقتي موجود في الالكسندرايد ليزر بيدي احساس بالكولر. فما فيش طب ما في ناس ممكن تقول طب ما هو كده بقى يبقى هو عايز نوع مع, يعني مش مع كل الحالات, مش مع كل انواع الشعر. يعني لو الشعر مش هيجيب مثلا نتيجه مع الشعرايه الغامقه او تخينه شويه, الناس هتخاف من كده بالظبط. ما هو بصي بقى, انا مفروض انا رايحه اعمل ليزر ازاله شعر, ايه هي اهدافي اللي انا ابقى واخده بالي منها؟ في كذا نقطه. اول حاجه ان انا اعمل مع دكتور متخصص, ودي مهمه جدا. الناس اللي بتروح للكوافيرات خدوا بالك. بالظبط كده. فانا اول حاجه انا رايحه لدكتور متخصص ودارس في اجهزه الليزر, ان اجهزه الليزر دي علشان تبقى موجوده في الكلينك لازم يكون في تراخيص معينه, ولازم يكون مصرح للمكان ومهيئ من وزاره الصحه ان هو يبقى يستخدم جهاز الليزر في العياده. فانا لازم اول حاجه ان انا ادور على دكتور متخصص في دراسه الليزر, دي اول حاجه. تاني حاجه ان انا ادور على الجهاز المناسب لبشرتي. يعني الاجهزه يعني تختلف, يعني كل بشره كتير ما تنفعش جداً. يعني كل بشره في اجهزه ما تنفعهاش؟ طبعا في اجهزه ليزر كتير جدا, يعني في اجهزه كتير, في دايت ليزر, في اي بي ال المبيض الضوئي, بس الحاجات دي بتبقى ضعيفه قوي اولا نتائجها, ثانيا هي مش مناسبه لكل انواع البشره. تمام. فالالكسندرايد ليزر اللي بنقول عليه حاليا ده ده دلوقتي حل المشكله دي خالص, يعني مناسب لكل انواع البشره. لكل انواع البشره. انا كدكتور بدخل على الجهاز بعمل ايه البارامتر بتاعته بباور معينه اكوردنج, مثلا واحده بيضه بظبط الجهاز على باور معينه وبارامتر معينه, غير اللي مثلا بظبطها الواحده ايه تكون قمحويه. بس عاده الالكسندرايد ليزر اللي هو بنقول عليه مناسب لبشره المصريين, بشره المصريين اللي هي القمحويه. تمام. فدي حلت المشكله دي خالص. يعني نوع الشعر نفسه, يعني مثلا الشعر مثلا اللي بيكون غامق قوي او الشعر اللي بيكون فاتح برضو هيجيب نتيجه مع كله؟ يعني بالظبط. الناس تقول مثلا ان في منطقه الوش بيكون اضعف نوع الشعر في الوش مثلا, غير نوع الشعر مثلا في الايد, في البطن, في الظهر. برضو دي بيتحكم فيها الدكتور عن طريق الجهاز اللي هو زي ما بنقول الكسندرايد ليزر, متوفر فيه بروجرامز. انا بختار فيها البروجرام المناسب لنوع البشره نمره واحد, سواء تايب 1 او 2 او 3, او ان انا كمان بشوف ايه هو المناسب للشعره. الشعره الغامقه بستخدم لها بارامتر معينه غير الشعره الفاتحه. لكن عامه الاجهزه الجديده المتطوره حاليا اللي موجوده دي مناسبه لكل انواع البشره وكل انواع الشعر اللي هو الالكسندرايد ليزر. تمام. الجهاز ده هنحتاج فيه, يعني اللي رايحه تعمل جلسه ازاله الشعر تتوقع ان هي تاخد النتيجه بعد كام جلسه؟ هو الليزر بيبقى من 6-8 جلسات, تبقى جلسه مانثلي, جلسه كل شهر. كل شهر جلسة. طيب. فانا ايه اللي بيحصل؟ انا بعمل الجلسه فعلا فعلا مع الاجهزه الجديده دي. انا بعد اول جلسه يا شيماء البيشنت دي بتقولي انا ما طلعليش ولا شعر من اول جلسه؟ من اول جلسه. من اول جلسه. الاجهزه الجديده دلوقتي في الليزر من اول جلسه هي ما بتحس بفرق كبير جدا. طب وليه بتعمل بعديها جلسات ممكن توصل لستة؟ بنعمل بقى من 6-8 جلسات. ليه؟ علشان الكورس ده بيخلي بصيله الشعر ما ترجعش تطلع تاني, لان ده ليزر في نوع من انواع اللي هو انهبيشن لبصيله الشعر, تثبيت لبصيله الشعر. فبكمل الكورس ليه؟ عشان ما يرجعش يطلع تاني.
تمام. غير كمان خلي بالك دلوقتي برضو الليزر ما بقاش بس بيعمل ازاله شعر وبس. يعني بتيجي في ناس عندهم مثلا النقط السوداء اللي تحت الجلد اللي هو الجلد الوزه. جلد الوزه بالظبط، برافو عليكي. دي بتروح خالص مع الجهاز الجديد. يعني في ناس كان بتعمل الليزر هير ريموفل وبعد كده تيجي تقول لك بقى طب انا عايزه اعمل حاجه عليك علشان النقط السوداء اللي تحت الجلد دي تروح. فهو بيعمل ازاله للشعر، بيحسن الجلد نفسه وشكل الجلد بيبقى مختلف خالص خالص. الشكل، الملمس، النقط السوداء، كل ده بيروح خالص مع الليزر الكسندرايد ليزر. طب احنا قلنا بين كل جلسه وجلسه شهر، تمام. خلال الشهر ده في اجراءات معينه الاول نتكلم خلال الجلسه، يعني هي عملت الجلسه النهارده في تعليمات معينه المفروض تلتزم بيها، وخلال الشهر في حاجات موانع تبعد عنها او حاجه، ولا خلاص هي بس بعد الجلسه بس تلتزم بحاجات معينه وخلاص؟ هي في تعليمات مفروض ناخد بالنا منها قبل الليزر وبعد الليزر. قبل الليزر مفروض ان هي لو هي مثلا في الصيف واخده تان ان هي بتقول للدكتور انا واخده تان، لان لازم يبقى في فتره ما بين ان هي واخده تان وعشان ما يحصلش حروق. فلو هي واخده تان لازم تقول للدكتور، دي نمره واحد. نمره اتنين ما تبقاش هي عامله ازاله شعر مثلا بسويت وتيجي تاني يوم تعمل ليزر، لا، لان لازم تكون بصيله الشعر موجوده. فلازم ان هي قبلها تبقى تستخدم شيفنج، ما تبقاش عامله سويت وما بين الجلسات بقى خلاص هي مش السويت ده مش تعمله خالص. ودي من الحاجات بقى الجميله جدا. هي كده خلاص. وبتحذرهم من كده كمان لان طبعاً ممكن يعمل تنشيط تاني للبصيله. لا ما هو السويت ده بيشيل البصيله الشعر اللي اوريدي الليزر بيشتغل عليه، فهي كده بتبتدي من اول وجديد بتنشط مره تانيه الموضوع بالظبط. فهي لازم خلاص بقى بتمنع السويت دي خالص وبتعمل شيفنج وبس بعد الجلسه. كل اللي هي بتاخد بالها منه ان هي ما بتتعرضش مباشره دايركت للشمس وبتستخدم واقي من الشمس بس بسيط، بس بتتعامل عادي خالص. لمده قد ايه تخاف تاخد بالها من الشمس؟ يعني لمده قد ايه؟ يعني ممكن لا يوم الجلسه بس. يوم الجلسه يوم الجلسه بس هي بتاخد بالها ان هي يعني بتحط واقي من الشمس وما تتعرضش بس مباشره للشمس في خلال مثلا اول اسبوع. لكن على فكره بتروح شغلها عادي جدا، بتتعامل خالص، ما فيش اي وجع ولا احمرار زي بتاع زمان. ما بقاش فيه الموضوع ده خالص. هي يعني ممكن تعمل الجلسه ولا يعمل حروق زي ما كنا بنسمع ان الناس راحت عملت وحصل لها. ما هو ده مش عيب جهاز، يعني مش عيب ليزر. ما هي دي بقى البوينت المستخدم اللي بيعمل العمليه. انت وانس ان انا رحت لدكتور متخصص في استخدام الليزر فهو مش هيحصل منه اي مشكله. واستخدم جهاز برضو ارجع واقول الجهاز النقطه ان الجهاز لو هي اختارت جهاز فعلا مناسب ومتطور مش هيحصل منه اي مشكله. يعني هو حضرتك دلوقتي يعني المريض قبل ما يروح العياده لازم يبقى عارف الجهاز اللي بيستخدمه، ولازم الدكتور هو اللي طبعا ريكومند ايه الجهاز المناسب لنوع بشرته. ما هو المريض مش فعلا مش هيعرف، لكن هو الدكتور هو اللي بيختار ايه الجهاز المناسب. طب ممكن الدكتور يختار الجهاز الموجود عنده، يعني مش شرط مثلا لو مش عنده الجهاز الجديد اللي حضرتك بتتكلمي عنه بالظبط. ما هو ده اللي بقوله. ليه اسمه برضه مره ثانيه عشان الالكسندرايد ليزر؟ طبعا الالكسندرايد ليزر معروف انك لو كتبتي حتى على جوجل احسن نوع ليزر ومفعوله قوي جدا. خلي بالك ما هي ممكن تكون جهاز مناسب ويبقى مفعوله بطيء او ياخد جلسات كتير. مظبوط. لا بصي الالكسندرايد ليزر دلوقتي في تقنيه جديده اسمها الموفايو. تقنيه الموفايو دي انا بقدر كدكتور انا اتارجت فيها اخد فيها مساحات كبيره في وقت قليل، زائد كمان بقدر اعمل المناطق الحساسه بدون الم. ودي بقى برضو من الحاجات الرائعه. وده يخلينا نسالك عن التكلفه. ما دي بقى بتقلل التكلفه لان الجهاز الليزر بيشتغل على هيئه نبضات. نبضات مظبوط. فوانس ان انا بختار في النبضه الواحده مساحه كبيره انا كده بوفر التكلفه كتير جدا على المريضه. فبتاخد نتيجه كويسه جدا وما بيحصلش مشاكل، بلس ان هي بتوفر تكلفه كبيره قوي عليها ووقت ومجهود. وزائد انها بتقدر تعمل المناطق الحساسه، لان كان زمان بيبقى صعب قوي ان انا اعمل الليزر للمناطق الحساسه عشان الوجع او لا. دلوقتي التبريد حل المشكله دي خالص. طيب انا برضه عايزه اكلمك عن الصيف. عادي تتعمل في الصيف زي ما قلنا، بس ان هي لو واخده تان بتقول للدكتور انا واخده تان علشان ناخد بس تايم ما بين الجلسه وما بين ان هي يعني العرق والحر والكلام ده ما ياثرش. لا 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 خالص. طب والحوامل امن عليهم؟ امن جدا على الحوامل والرضاعه وما بيأثرش على الحمل يا جماعه بعد كده، عشان ده كونسبت غلط. او بيعمل امراض. في ناس تقول لك الليزر بيعمل امراض بعد كده، الكلام ده غير علمي خالص. طب عشان نقفل حته الليزر ازاله الشعر، هو علاج نهائي فعلا ان الشعر مش هترجع تاني؟ علاج ولا نهائي على حسب؟ لا هو علاج نهائي، لكن زي ما قلنا اول حاجه انا اروح لدكتور متخصص، تاني حاجه اختار جهاز مناسب، تالت حاجه بقى المهمه قوي ان انا اتاكد ان الهرمونات نورمال. تمام. فالدكتور بيطلب ممكن مثلا لو شك ان في مثلا تكيسات مبايض عند المريضه او كده
بيطلب منها بعض التحاليل، لو الهرمونات فيها حاجه بنعالجها، غير كده بيدي نتيجه هايله جدا ونهائيه وما بيرجعش تاني. طب التحليلات دي المفروض تتعمل قبل ولا بعد؟ قبل. لو الدكتور قبل. شاكك في بعض الاعراض لتكيسات المبايض مثلا على سبيل المثال. تمام. طيب انا بقى هنك تدخل في المشكله الثانيه، النقيض، تساقط الشعر. طبعا مشكله جامده جدا، واللي بيكونوا بيعانوا من المشكله دي بيكونوا نفسيا تعبانين. تمام. فلو نتكلم مع اسباب تساقط الشعر، ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي ان الناس تفقد شعرها مش بطريقه طبيعيه، يعني بتفقده بكميات؟ تمام. بصي، تساقط الشعر ليه اسباب كتير قوي. اول حاجه طبعا اللي منتشره مثلا، في بعض السيدات بتستخدم صبغات كتير في اوقات. الصبغه الكتير ممكن كتير وانواع الشعر طبعا بكميات كبيره يعني. طبعا ده كيميكالز، مواد كيماويه. فلازم ان هي تاخد بالها كمان من نوع الصبغه اللي هي بتختارها. يعني تبقى برضو حاجه ما يبقاش فيها كيميكالز كتير، حاجه فري في امونيا برضو الى حد ما، وما يبقاش بصفه متكرره. يعني كان بقى كده ان الصبغه اكوردنج لنوع حاله الشعر. يعني ما ينفعش بس انا حاله الشعر عندي ضعيفه وفي تساقط اصلا وابتدي اعمل صبغات كتير وتفتيح للشعرايه فاهلك الشعره. البروتين والكرياتين اللي برضو منتشر بشكل كبير، برضو مش العيب في البروتين او الكرياتين، البروتين والكرياتين بس عايز شعره قويه. تمام. يعني الاول نعالج الشعره وبعد كده يعملي بروتين اللي هو العلاجي او تيفر. دي حاجه طبعا يعني مش طبيه، لكن على الاقل ما اروحش اعمل بروتين وكرياتين وشعري اصلا تعبان. دي من الحاله برضو النفسيه بتاثر جدا في تساقط الشعر. مشكله كبيره فعلا. الحاله النفسيه برضو، لو في واحده عندها انيميا برضو بتسبب تساقط الشعر. فتساقط الشعر ليه اسباب كتير، لكن دلوقتي مع الحل الجذري والمثالي لمشاكل الشعر طبعا البلازما، اللي هي البلازما بقى. هي فعلا دي حضرتك قلتي الحل الجذري والنهائي. البلازما فعلا بقت هي فعلا تحل نهائي مشكله تساقط الشعر دي. بالظبط. دلوقتي بصي، في حاجه اسمها اللي هي البي ار بي، بليتلت ريتش بلازما. دي الدكتور بياخد من المريض عينه دم، بفصلها في جهاز مخصص لفصل البلازما، وبعد كده بنحقنها لبصيلات الشعر. وبرده دلوقتي برضو من الناس تقول لك انا هحقن في فروه شعري. لا انا اتوجع. أيوة لا انا بالظبط. لا انا مش معقول هحقن في فروه شعري. لا، الموضوع على فكره دلوقتي بقى بسيط جدا. ليه؟ بنعمل حاجه اسمها نباش تكنيك، تقنيه جديده في الحقن. أيوة. سهله قوي. وبنعمل الديرما بن. الديرما بن دلوقتي هايل، مش مؤلم خالص. بقدر ادخل بيه البي ار بي جوه بصيله الشعر. البي ار بي ده بيبقى عباره عن ايه؟ طبعا هو بلازما ومعاها جروث فاكتورز اللي هي عوامل النمو، ومعاها فيتامينز اللي هي بتدخل بقى للشعرايه. عوامل النمو دي تبتدي تخليها تنمو تاني بشكل صحي وبشكل قوي. لان بتيجي تقول لك انا عندي فراغات في شعري من قدام، شعري فرغ من قدام بقى بيقع بطوله بقى خفيف. لا دلوقتي بقى الفراغات دي بنلاقيها ملت بقى، في بيبي هيرس تنمو كتير بعد تاني تالت جلسه فور ماكسيمم. بعد تاني جلسه. بعد تاني تالت جلسه تقول لك انا بدا ينبت شعر جديد. أيوة. في يعني في الفراغات اللي قدام، لان بيبقى في هنا قدام فراغات كتير. دي المفروض ان هي بتمشي عليها بقى طول العمر، ولا هي برده عدد معين من الجلسات وخلاص؟ لا كورس. لا 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 لا، يعني حوالي كورس وانتهى. حوالي ست جلسات مثلا، بتعمل جلسه كل شهر. على فكره بيبقى مفيد جدا للرجال، لان الرجال يعني عندهم الصلع الوراثي اللي هو الاندروجينيك البيشيا. يعني هو ممكن يجيب نتيجه مع الصلع الوراثي. بالظبط. بيدي نتيجه هايله وبيدي على فكره نتيجه هايله في الرجاله اكتر، لان هرمون الاندروجين اللي في الرجاله بيساعد على ان البلازما تجيب نتيجه اسرع واحسن. لان الرجاله من النوع برضو لو اديتيه علاج عادي لتساقط الشعر مش هياخده. لكن هنقول له ايه؟ تعالى مره واحده في الشهر اعمل الجلسه. بعد فعلا تاني تالت جلسه بيلاقي المنطقه اللي قدام دي كلها نبتت شعر. يعني برضو البلازما مره في الشهر مش اكتر؟ لا، مره في الشهر. بناخد حوالي ست جلسات. زي ما بقول لك كده يا شيماء، يعني في تاني تالت جلسه فور ماكسيم بنلاقي نتيجه، وبنكمل الكورس برضو عشان الشعرايه اللي بتنمو دي تنمو قويه وتبقى يعني تفضل موجوده معاه على طول. في استخدامات ثانيه للبلازما بما انها حل كده السحر ومن الجسم؟ بصي، البلازما ممكن بنعمل بيها مشاكل البشره، نحل بيها مشاكل البشره. بنحل بيها لو في تجاعيد، المسام الواسعه. بتدي نضاره، ما بتضطرش تحط ميك اب خالص البيشنت بعد ما بتعمل بلازما، لا لوشها ولا لشفايفها. الهالات السوداء بتتعالج تماما عن طريق البلازما. وده بيكون على كل ولا برضو حالات كل حاله واستجابتها؟ لا يعني طبعا هي الفكره ان في البي ار بي، ان في ناس بتقول لك ايه، هل هو مضر؟
استحاله يكون مضر لان ده من جسمك. يعني حاجه مش خارجيه يعني مش برودكت خارجي، ده بالعكس ده استجابه الجسم ليه عاليه عشان الجروث فاكتورز وعامل النمو اللي هي من جوه جسمك، فالجسم بتبقى استجابته ليها عاليه جدا. حتى بقول لك الهالات السوداء اللي كانت مشكله ما بتتحلش بتدي نتيجه هايله هايله في مع البلازما. الايد دي يا شيماء، الناس تقول لك الايد عندي جلدها وملمسها وشكلها الجلد مكرمش بتتفرد خالص مع البلازما. بتدي نتيجه. طب برضو انا عايزه انتقل لنقطه مهمه ثانيه، بما ان احنا بنتكلم على البشره، تفتيح البشره وازاله الكلف. تمام. دلوقتي دي برضو مشكله في ناس كتير بتعاني منها، والتقشير. فهل التقشير دلوقتي ليه طرق امنه لان ناس كتير اتضرت منه؟ بصي البيلينج، في ناس تقول لك انا هعمل البيلينج انا بقى هيبقى شكلي صعب، انا مش هعرف اروح شغلي. دلوقتي الكلام ده ما بقاش موجود خالص مع البيلينج الجديد، سواء بيلينج احمد فواجه او جولدن بيل، بقى التقشير سهل وبيدي ريزلت حلوه جدا، بيشيل الكلف بالمسام الواسعه، بتحل البذور السوداء، بيعمل تنظيف عميق للبشره. لان دلوقتي البيلينج بقى على هيئه ستيبس، خطوات. يعني بتيجي في العياده بعملها ستيب 1 و2 و3، وبعد كده بتروح بماسك اسمه جولدن ماسك، وبتروح بيه او بنشيله في العياده اكوردنج لنوع بشرتها نفسه. وبعدها بتلاقي الوش قشر بشكل بسيط وسامبلي خالص، مش اجريسيف زي زمان. وبيدي نتيجه حلوه جدا. ودي برضو من الحاجات، يعني الناس بتقول لك انت يا دكتور استخدم، انا بستخدم على نفسي البيلينج، يعني انا بعمل بيلينج وبعمل بي ار بي، الموضوع سامبل وبيخلي يعني الشكل طبيعي. انا هجيبها لك كده زي ما احنا بنقول الوش ما يسلخش، يعني هي دي فعلا لفظ الناس بتتكلم فيه. فعلا الوش، لان فعلا دي حقيقه الناس فعلا كانت في زمان تقول لك انا بقى بعد ما عملت بيلينج، لا دلوقتي خلاص ما بقاش موجود الكلام ده خالص. يعني زي ما بقول لك بيتعمل خطوات مش زي الاول. وبيستخدم الشركات دلوقتي في انواع جديده من البيلينج، انواع من التقشير بتدي نتيجه هايله جدا وفي نفس الوقت سريعه. طيب حتى الكلف بيتشال خالص. اللي بتعملها النهارده تتعرض للشمس امتى؟ برضو بنقول ما نتعرضش للشمس بشكل دايركت، وبنحط واقي من الشمس وبنتعامل عادي جدا، تنزلي روحي شغلك وما فيش اي مشكله. قد ايه تستخبى من الشمس؟ عشان هو المفروض ان الطبيعي ان انا احمي بشرتي بان انا احط واقي من الشمس، ده المفروض ان انا انزل كده يوميا، ده الطبيعي يعني. لكن ما ينفعش مثلا ابقى اعمل بيلينج واروح ثاني يوم يعني اروح مصيف. لا مش للدرجه، بس بالظبط قد ايه يعني مستخبي؟ يعني لو بتشتغل، وانا بتكلم فعلا من الناس بالذات بتشتغل بالظبط. لا لا لا، تقعد قد ايه بعيد عن الشمس؟ روحي شغلك عادي جدا تاني يوم، روحي تاني يوم عادي جدا. وحطي واقي من الشمس كل 3 ساعات بس، بحط طبقه جديده بس مش اكتر من كده. تمام. والشكل على فكره بيبقى طبيعي، يعني بتبقى مش تقشير اللي هو شكله ما اقدرش انزل بيه. وما تحطش بقى مكياج ولا حاجه من الكلام. هو المفروض بقى ان طبعا الميك اب ده بلاش، واحنا اصلا بنعمل البيلينج والبلازما والفيلرز والبوتوكس والحاجات التجميل دي دلوقتي عشان الشكل يبقى طبيعي جميل. بس احنا مش لو هي مثلا مضطره تحط ميك اب، تحط بعد قد ايه من التقشير؟ لا يعني ممكن مثلا خلال يومين بنبتدي نحط، بس تمام. بنحط قبليها برده طبقه من واقي الشمس. تمام. طيب برضو حاجه ثانيه، تقنيه ثانيه عايزين نتكلم عنها بس لو سريعا، نحت الجسم. ممكن يتم نحت الجسم من غير جراحه؟ ويعني برضو عرفنا يعني ايه نحت الجسم، لان احنا اللي شفناه الناس ممكن تكون ما عندهاش وسط يبقى عندها وسط، فده دي هي دي نحت الجسم ولا احنا فاهمين غلط؟ هو نحت الجسم دلوقتي ما اظنش ان في حد لسه بيلجا للجراحات بعد ظهور الاجهزه واجهزه بس هي نحت الجسم فعلا كده ان هو ينحت الوسط، ينحت البطن، ولا ليه مفهوم تاني؟ نحت الجسم وكمان شد الجلد. لان ممكن في ناس كتير تقول لك انا خسيت وشكل جلدي مترهل، او في سيلوليت او ستريتش مارك بالظبط. دلوقتي احنا بنحل خالص مشكله السيلوليت، بنعمل اجهزه الراديو فريكوانسي والكافيتيشن، وبنعملها لهيئه الجلسات دي طبعا بدون جراحه. دي اجهزه بتيجي مثلا كل اسبوعين تعمل جلسه. وبنعمل معاها بقى اللي هي البلازما اللي انا اتكلمنا عليها مع جهاز الديرما بن مع الار اف. عايزه اقول لك يا شيماء السيلوليت دي بتنتهي تماما. طب وهتنحت جسمها ازاي الاول؟ بالجهاز، اجهزه يعني الكافيتيشن لان هي بتعمل تفتيت دهون. الكافيتيشن والراديو فريكوانسي. النتيجه بعد قد ايه؟ يعني اصل واحد مش متخيل اجهزه كل جلسه، كل جلسه كل جلسة هتلاقي ان في فرق. وكل جلسه بينزل مثلا حوالي من 5 ل 8 سنتي في الجلسه الواحده. بنعمل مثلا على الارداف، على البطن، على الايدين. بتلاقي كل جلسه بعملها على المنطقه اللي انا بعمل عليها من حوالي من 5 ل 8 سنتي في الجلسه. زائد زي ما بقول لك هو انا بعمل ري شيبنج. الاجهزه يا جماعه مش بتخسس على الميزان، عشان دي برضه كونسبت مهمه جدا. هي مش بتخسس على الميزان، هي
بتعمل نحت، يعني بتعمل ريشيبنج، يعني بتيجي مثلا رجليها بنعمل لها بتعمل ريشيبنج، زائد ان الجلد بيتفرد خالص. لان هي ايه الفايده ان انا اخس وشكل الجلد فيه سيلوليت او مترهل؟ السيلوليت بيروح كبيرة خالص دلوقتي مع الاجهزه ومع البلازما والديرما بين، بيدي نتيجه رائعه. الستريتش ماركس الحمراء والبيضة لان دي كانت من الحاجات برضو الناس تقول لك انا صعبه جدا ما بتكنش تحل فعلا. بعد ما الناس بتتكلم ما تحلش بالظبط، تقول لك انا الستريتش ماركس دي عندي وانا مش عارفه احلها. لا، مع الديرما بين بتنتهي خالص. طيب انا اخر حاجه عشان نختم، انا عايزه من حضرتك نصيحه للناس اللي بتتفرج علينا، لان في ناس بيكون عندها هوس شويه بالتجميل، هل كل واحده بقى تروح تعمل عمليه تجميل ولا حضرتك برضو لازم تثق في كلام الدكتور؟ لما الدكتور يقول لها انت مش محتاجه يبقى خلاص مش محتاجه، يعني برضو احنا عايزين نعرف الناس ان هو يكون عندهم ثقافه في الحته دي، مش اي حاجه تروح تعمل. برضو راي الدكتور بيكون مهم، لو يعني حضرتك بيجيلك حالات تقول لها لا انت مش محتاجه ولا بالظبط. اولا البيشنت لما بتيجي للدكتور هي فعلا بتبقى عايزه نصيحته، هي عايزه توصل على فكره ليه شكلها الطبيعي اللي كانت عليه قبل كده. فانا باجي اقول لها اول حاجه احنا محتاجين ان احنا نستخدم البرودكت المعين، وبرده دي النقطه بقى، انا لو رحت لدكتور متخصص وذات ثقه فهو يستخدم برودكت كويسه. ما هي ايه اللي بيجي اللي بيحصل، انا رحت عملت تجميل او عند دكتور تجميل وحصل لي مشكله، لان هو فعلا ممكن يكون بيستخدم برودكت صيني او واتيفر. لا، بنستخدم برودكت كويسه ما تقلقيش خالص، ويبقى شكلك طبيعي جدا. محتاجين حلقات كتير جدا في المواضيع دي. انا في النهايه بشكر حضرتك دكتوره دينا يوسف استشاري جلديه والتجميل والليزر، وان شاء الله تكون لينا حلقات ثانيه مع بعض مفيده زي الحلقه دي. وفي النهايه بشكر كل الناس اللي تابعونا النهارده في حلقه النهارده من بدون تردد، واتمنى ان تكون الحلقه نالت اعجابكم. الى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج بدون تردد.